مرحبا أحبائي، كيف حالكم اليوم؟ اليوم سوف أخبركم قصة عن هاني يحب الرياضة، فلنستمع معا. هاني يحب الرياضة، تأليف ماسا أبو شيب. هاني ولد رياضي، يلبس ثيابا رياضية وحذاء رياضيا، يستخدم الأدوات الرياضية، يمشي فرحا، يجري مسرعا، يقفز عاليا، يقود الدراجة، يلعب بكرة القدم، بكرة السلة، بكرة الطائرة، بكرة المضرب، وبكرة الطاولة، يلعب بالحبل، ويدور بالدولاب. هاني نشيط، وأنتم أيضاً. أتمنى أن تكونوا استمتعتم بالقصة. مع السلامة.